إذن تابعنا إياكم مشاهدينا الكرام هذا الجزء من كلمة النائب أحمد الطنطاوي، يطرح فيه مبادرة إصلاحية، تحدث عن هبة في البرلمان، عن خلية نحل كما ذكر، تحدث عن 12 لجنة، وجه بعض الرسائل للسيسي. يعود إليك مرة أخرى دكتور صفي الدين حامد عبر سكايب معنا. دكتور حامد، كيف رأيت مجمل ما ذكره دكتور أحمد طنطاوي أو النائب أحمد طنطاوي؟ لا شك أن أنا الحقيقة لم يسع الوقت أن أنا أسمعه من الدقيقة، يعني لأنه كان فوق تقريبا 80 دقيقة، فما قدرتش أسمع كله، لكن سمعت جزء. نعم. وما سمعته الحقيقة أدهشني وجعلني الحقيقة أعجب بهذا الشخص. أنا لم أقابله ولم أعرفه ولم يعني أعرف عنه الكثير من قبل، لكن الكلام اللي قيل الحقيقة كلام شجاع. أولا أهنئه وأهني الشعب المصري إن ما زال هناك أصوات محترمة بتعرض نفسها للخطر. الحقيقة هو حاليا أنا بعتقد إن هو في خطر لأسباب أنا أذكرها في يعني في لحظات. لكن ما أثرني إن هو بيستغل موقعه كعضو برلماني وبدون تردد بل بكل شجاعة بيضع تصور كامل لهذه المبادرة الإصلاحية من الداخل، وهي الحقيقة يعني أنا متأكد إن عبد الفتاح السيسي وعصاباته اليوم غير راضية بل منزعجة، ولازم تقوم بعمل كرد فعل.